اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من صحافه اليوم نقدمها لكم من اورينت نيوز، ونبدا بالعناوين. في القدس العربي نقرا: سفينه استطلاع روسيه ثانيه تصل البحر الابيض المتوسط. في الحياه: الابراهيمي يتجه الى ارجاء جنيف 2 والجيش الحر يتمسك بحل مشكله الاسد. وفي الشرق الأوسط: تصاعد الاشتباكات في طرابلس اللبنانية. أهلا بكم، والبداية من صحيفة القدس التي ذكرت أن سفينة الاستطلاع الروسية إكواتور التابعة لأسطول البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأسود وصلت إلى البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها السفينة الثانية من نوعها التي تتمركز في مياه المتوسط بعد قرار واشنطن سحب جزء من أسطولها. ومنذ أوائل أيلول الماضي تعمل سفينة الاستطلاع بريا زوفي في المنطقة، إلا أنها ستعود إلى مواقعها بداية الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن هذا نشاط طبيعي يقوم به أي أسطول تابع لأي دولة في المناطق البحرية التي تزداد فيها حدة التوتر. هذا ويتمركز في مياه المتوسط إلى جانب السفينتين المذكورتين طراد موسكوفا وسفينة حراسة وخمس سفن إنزال، كما توجد في القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس سفينة الخدمة BM-138. ونذهب إلى الشرق الأوسط ومقال لعبد الرحمن الراشد الذي قال فيه أن غياب الائتلاف سيمكن فقط النظام السوري من كسب المعركة السياسية، وسيكون من الصعب جدا لاحقا تصحيح الهياكل التي يتم الاتفاق عليها. يجب ألا تتغيبوا عن جنيف 2 لأننا سنناقش فيه مسائل الحكم والجيش والأمن في سوريا الانتقالية. هذه نصيحة رئيس الدائرة السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان للمعارضة التي أصبحت تحت ضغوط شديدة بعدم المشاركة. بعكس ذلك يقول فيلتمان إن أهمية المؤتمر المقبل أنه سيقرر شكل سوريا الجديدة، فيه ستناقش الصلاحيات التنفيذية الكاملة للهيئة الحاكمة الانتقالية في سوريا والتي على مؤتمر جنيف 2 أن يؤسسها. في مؤتمر لندن سعت المعارضة إلى إلزام الأطراف الرئيسية بوضع حد زمني من 3 أشهر لمثل هذه العملية السياسية حتى لا يحولها الخصوم مثل الروسي إلى لعبة وقت لا تنتهي، لكن الطرف الأمريكي لم يكن راغبا في تقييد نفسه بزمن محدد. حتى مع هذا الإخفاق تستطيع المعارضة الانسحاب متى رأت أن مسار المفاوضات لاحقا لا يصب في مصلحة الشعب وتوقعاته. وإن كانت المعارضة لم تحصل على ضمانات فإنها قد تكسب أن المؤتمرين قد أقروا بأحقية الائتلاف في تمثيل المعارضة، وقطعوا بذلك الطريق على دكاكين المعارضة الوهمية التي اخترعها النظام وسعى الإيرانيون للترويج لها. الطريق لن يكون سهلا، وما يقوله فيلتمان صحيح من حيث ضرورة المشاركة وعدم ترك هذه المناسبة التي تجتمع فيها قوى العالم الكبرى لإقرار مصير سوريا وهم بعيدون عنها. الوضع على الأرض سيلعب دورا مهما خلال فترة المفاوضات، وما قاله بشار الأسد من أنه سيرشح نفسه للانتخابات يعني أنه ينوي مضاعفة نشاطه القتالي، وهو الذي لاحظناه لاحقا. تحدث سلامة العكور في صحيفة الرأي الأردنية عن البيان الختامي لمجموعة أصدقاء سوريا والذي أقصى بشار الأسد عن الحكومة المقبلة، وهو ما يمثل معضلة يصعب تجاوزها أو القفز عليها بحسب الكاتب. الأسد عقبة كؤود أمام انعقاد جنيف 2، بل وكأن مصير الأسد هو القضية، لا سيما وأن جميع أطراف المعارضة متوافقة حول ضرورة إبعاده عن أي حكومة يتم تشكيلها بموجب أي حل سياسي قد يتمخض عن مؤتمر جنيف 2. وقد شددت أطراف المعارضة ومعظمها لدى لقاءاتها مع الأخضر الإبراهيمي على هذا الشرط للمشاركة. وإذا ما رفض بشار ورفاقه في الحكم هذا الشرط فإن مصير مؤتمر جنيف 2 سيكون في مهب الريح، وهذا يعني استمرار هذه الحرب المجنونة واستمرار سفك دماء أبناء الشعب السوري وأطفاله وحرائره. ومن خلال هذا السجال المؤسف فإن القضية السورية برمتها تختزل بإقصاء الأسد أو عدم إقصائه. القضية السورية قضية مصير وطن وشعب ودولة في الحاضر وفي المستقبل، هي قضية الحفاظ على مدنه وأريافه من مزيد من الدمار، والحفاظ على منشآته المدنية والاقتصادية هي قضية شعب يتطلع إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع وطنه. المهم
أن يلتقي السوريون في الحكم وفي المعارضة في جنيف 2، ويكون هدفهم جميعا إنقاذ سوريا من مأزقها المهلك وإنقاذ الشعب من المزيد من الويلات والكوارث المأساوية. المهم لم شمل الشعب السوري والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه وإعادة اللاجئين الذين شردتهم الحرب إلى ديارهم. هذا هو الذي يجب أن يتصدر أجندة جنيف 2، فسوريا الوطن باقية وشعبها باق، وبشار الأسد ونظام حكمه إلى أفول عاجلا أو آجلا. ونتابع مشاهدينا إلى الكاتب سلام السعدي الذي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية، هل هو عناد الأسد وعجز روسيا أم هي فقط رغبة كل من روسيا وإيران في تحويل الأسد إلى زعامة طائفية ليجري نقاش مصيره كما لو أنه مصير الطائفة برمتها؟ الإجابة في هذا المقال نتابع. يذكرنا النشاط الدولي الدبلوماسي في هذه الأيام بنشاط مماثل حدث في شباط الماضي، فقبل نحو 8 أشهر تسارعت وتيرة النشاط الدولي المرتبط بالثورة، حينها كان الحديث عن الحل السياسي على لسان جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين، وبدأت تبرز تصريحات من قبيل أن الحل عسكريا للصراع في سوريا في غزل واضح للموقف الروسي، كما أنصت السوريون حينها وبشغف شديد إلى أي حديث يمكن أن يخلق لديهم أملا بالخلاص حتى لو كان وهما، وهو ما كان بالفعل. إذا كان الجميع قد توافق على حل سياسي يتعذر تطبيقه دون رحيل الأسد، فما الذي يمنع رحيله؟ خصوصا إذا كان ذلك ليؤمن استمرار نواة النظام السوري كحليف أبدي لكل من إيران وروسيا، بل ويصبغ عليها شرعية ضائعة بفعل عمليات الإبادة الممنهجة طيلة نحو 3 أعوام. هل هو عناد الأسد وعجز روسيا أم هي رغبة كل من روسيا وإيران في تحويل الأسد إلى زعامة طائفية ليجري نقاش مصيره كما لو أنه مصير الطائفة برمتها؟ ها نحن اليوم وقد دخلنا في نشاط دبلوماسي جديد يعتقد بأنه سوف يؤول إلى جنيف 2، وذلك بعد أن فشل نشاط شهر شباط الفائد الذي انتهى إلى إعلان تقديم الدعم العسكري للمعارضة من أجل فتح الطريق للحل السياسي، ولا نعرف بالضبط ما الذي طرأ منذ ذلك الحين. فهل قام أصدقاء سوريا بتغيير موازين القوى؟ وهل قام النظام بتغيير حساباته في غفلة منا؟ باستثناء مجزرة الكيماوي لم يطرأ أي تغيير في العلن، لكن ما يبدو واضحا من حديث الأسد الأخير أن حساباته لا تزال هي هي، فهو لم يعزم على الرحيل بعد. ونتابع إلى البيان الإماراتية لنقرأ فيها تقريرا عن المعاناة التي يعانيها سكان سوريا، حيث أكثر من نصف سكانها يعانون من الفقر. ما دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التحول من التنمية إلى العمل الإغاثي أملا في إنهاء أو تخفيف معاناة السوريين؟ وبحسب التقديرات المنظمة الدولية فإن نحو 8 ملايين سوري يعيشون على خط الفقر، فيما يعيش قرابة 5 ملايين في فقر مدقع، لأن معظم النازحين في الداخل والبالغ عددهم قرابة 6 ملايين استنفدوا مدخراتهم ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها. وفيما يعاني أهل سوريا في الداخل والخارج خاصة الأطفال ظروفا إنسانية واقتصاديا وصحية صعبة، لا تزال قوى سياسية في الداخل والخارج أيضا تترنح بين مواقف ومواقف مضادة قد لا تقضي يوما إلى حل للأزمة. إلى النهار اللبنانية، وبالتحديد نقرأ مقال للكاتب راجح الخوري اليوم بعنوان أمريكا سعيدة بالمذبح السوري. كانت المعادلة واضحة ووقحة، ومنذ عامين لم تتوقف هذه الزاوية عن استعمال شعار الإدارة الأمريكية الروسية المشتركة للقتل، وهذا تعبير لا ينطوي على أي افتئات، فقد تضافر الانحياز الروسي الفظ إلى جانب النظام السوري وحمايته بالفيتو وتسليحه والإصرار الدائم على اعتبار المعارضة من الإرهابيين، مع التعامل الأمريكي الأشد فظاظة ومرارة عن المذابح، وكذلك عن إصرار النظام على إفشال كل المساعي والحلول منذ المبادرة العربية التي دفنها لافروف. تنقل نيويورك تايمز عن رئيس موظفي البيت الأبيض دينيس ماجدنو تساؤلا صريحا، ما هي مصلحة أمريكا في وقف الحرب والعنف في سوريا؟ إن مجرد طرح السؤال يعني أن أمريكا تسهر على استمرار الحرب والعنف. أكثر من هذا يضيف إن الوضع في سوريا يمكنه أن يبقي إيران منشغلة لسنوات،
ثم إن القتال في سوريا بين حزب الله والقاعدة قد يكون في مصلحة الولايات المتحدة هكذا بالحرف. ومن الواضح أن اهتمام أوباما بالمذبحة المتصاعدة تراجع على مستوى تصريحات الرياء اليومية عن أن الأسد انتهى والأسد فقد شرعيته، إلى درجة الإعراب عن الضيق كلما أثيرت الأزمة أمامه مع أفراد طاقمه. على امتداد 7 أشهر تظاهر السوريون تحت الرصاص هاتفين سلمية سلمية، لكن بوتين لم يسمع ولم يرى. موسكو كانت ولا تزال شريكة واشنطن في إدارة هذا المسلخ الذي تنشط فيه سواطير إقليمية. النظام السوري أفرج عن عدد من المعتقلات السوريات القابعات في ضيافة سجونه ذات النجوم 5 في إطار الصفقة التبادلية التي أجراها مؤخرا مع المعارضة بوساطة قطرية وتركية وفلسطينية. ويقول عمر مأمون في صحيفة رؤية الإماراتية أن المعتقلات السوريات أي بنات البلد تمت مبادلتهن مع 9 لبنانيين. الصفقة الغربية بكل تفاصيلها اشترط فيها لواء عاصفة الشمال الإفراج عن 111 من المعتقلات السوريات في سجون الأسد، إضافة إلى 212 معتقلا، وتنفيذ الصفقة على مراحل. النظام السوري المعروف بحبه للمراوغة أخر إطلاق المعتقلات يومين قبل أن يبدأ بتنفيذ التزامه، يومان كثرت خلالها الشائعات التي لا يختلف اثنان على أن النظام من أطلقها، والتي تحدثت عن حصول اللواء على 150 مليون دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين اللبنانيين، وهذا ما نفاه اللواء جملة وتفصيلة. لكن النظام أراد أن يرفع عن نفسه الحرج بإطلاقه تلك الإشاعات. الشهادات التي وصلت من معتقلات سابقات في سجون الأسد تحدثت كلها عن الإساءة الجسدية والنفسية الكبيرة، فمن الضرب بهمجية إلى عدم توفير أي عناية طبية لهن، إلى تدنيس القرآن الكريم الذي تحمله بعض المعتقلات ونزع حجابهن بالقوة. كل هذه الشهادات توضح المدى المنحط الذي وصل إليه النظام ومن ينفذ سياسته في تلك السجون، ممن نسوا تماما أن ديننا الحنيف وعاداتنا توصي بالحفاظ على شرف المرأة وعدم الإساءة إليها مهما كانت الأسباب. ولكن ماذا نقول عن هذا النظام الذي لم تعد لديه أي ذرة دين أو أخلاق؟ الصفقة الشريفة التي قام بها النظام بإطلاق سراح بنات شعبه مقابل المخطوفين اللبنانيين هي أغرب وأقذر صفقة بالتاريخ الحديث والقديم. فأول مرة نرى نظاما ممانعا بطلا يبادل نساءه بمخطوفين من خارج البلد. فعلا مع نظام الأسد مش هتقدر تغمض عينيك. مشاهدينا، ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي معن البياري للحديث أكثر عن أبرز ما جاء من أخبار ومقالات في الصحف الصادرة لهذا اليوم. أستاذ معن، أهلا بك معنا في صحافة اليوم. يعني اليوم كل الوسائل الإعلامية تحدثت عن تصريحات روسيا بأنها أرسلت سفينة جديدة إلى البحر المتوسط، خاصة هذا القرار إجا بعد قرار أمريكا بالانسحاب سحب سفنها. كيف ترى هذا القرار؟ يعني أقرأه من باب الاستعراض الروسي التقليدي الذي يعني فيما يعني أن الحراك السياسي لا ينفي الوجود العسكري لروسيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبالذات في شواطئ السورية، بمعنى أن موسكو ترى أن نفوذها السياسي على دمشق يتوازى مع حضور عسكري وأمني خاص. هذه هي الرسالة التي أعتقد أن الرئاسة الروسية تريد تأكيدها وتريد إرسالها إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ليست روسيا فقط حاضرة سياسيا ومؤثرة سياسيا على قرار الحكم في دمشق، بل هي أيضا عون عسكري وعون أمني له، بدليل الإمداد العسكري التسليحي المستمر في أتون العدوان اليومي للنظام السوري على الشعب، وأيضا في مسألة الاستعراض العسكري في البحر المتوسط.
يعني نحن أمام لعبة، أمريكا تسحب روسيا ترسل، أمريكا تسحب روسيا ترسل، وكل هذا في وقت يعني جنيف 2 على الطريق. ألا ترى كل هذه ربما ضغوط على المعارضة لتشارك أكثر، على تشارك أكثر لتشارك أصلا في المؤتمر، أو هناك ضغوط أخرى تمارس على المعارضة؟ يعني الواضح أننا كنا في الأسابيع السابقة أمام حماس روسي لانعقاد مؤتمر جنيف 2، ولكننا الآن بتنا أمام حماس أمريكي لانعقاد هذا المؤتمر. الواضح أن الولايات المتحدة تريد بأي طريقة وبأي كيفية عقد هذا المؤتمر، نجح أو لم ينجح، توصل إلى الحلول التي المتوخاة أم لم يصل. واضح أن هناك نوع من رغبة أمريكية بإلقاء تبعات الأزمة السورية على السوريين أنفسهم. لا تريد الولايات المتحدة أن يعني أن يكون لها أن تكون لها أي مسؤولية في هذا الموضوع. قرأنا قبل أيام أن الرئيس باراك أوباما عندما يجالس مستشاريه ووزراءه وللحديث عن الأزمة السورية فإنه يشعر بالملل والضجر، بل ويتلهى في ألعاب. وهو فعلا صرح أنه صار الموضوع له بالنسبة له ممل. هذا يعني هذا يعني وهذا الحماس الأمريكي والاندفاع الأمريكية باتجاه عقد مؤتمر جنيف 2 يعني أن هناك رغبة أمريكية بالتخفف من هذا الملف وتحميل مسؤولية فشله أو نجاحه على المعارضة السورية. ما أقصى شيء ممكن أن تعمله الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذا الملف؟ يعني واضح أنها مأزومة، واضح أنه ليس هناك قرار أمريكي مؤكد بحل الأزمة السورية. يعني واضح أن هناك نوع من التعويم لبشار الأسد عندما يصرح جون كيري بأن عدم انعقاد المؤتمر وعدم مجيء المعارضة إلى المؤتمر يعني ترشح بشار الأسد في عام 2014. هذا يعني أنه يعني أن هناك تساهل، أن هناك مرونة، أن هناك ليونة أمريكية تجاه بشار الأسد نفسه. وبالتالي خيبة الأمل كبيرة من الموقف الأمريكي كما عبرت عنه صراحة المملكة العربية السعودية وكما عبر عنه قيادات بارزة في المعارضة السورية. أرى أن المعارضة مدعوة إلى يعني مدعوة في هذا الموضوع إلى ابتكار أفكار خلاقة، ابتكار أفكار جديدة. لا تراهن أبدا على الولايات المتحدة، بل تراهن على يعني تمتين نفسها. على من تراهن يعني المعارضة إذا كانت الولايات المتحدة هي التي كانت تساعدها وتدعمها؟ لا لا لا، شوي الدعم عفوا يعني كما قرأنا الدعم الأمريكي المالي قليل نسبة إلى. طب على من سوف تعتمد؟ الدعم القطري، التركي، السعودي. يعني لنكون واضحين، هناك قطر، هناك تركيا، هناك السعودية، هناك العالم العربي، هناك القوة الذاتية للشعب السوري. يعني مطالبة المعارضة ببساطة شديدة بلملمة صفوفها، بلملمة الوضع الميداني وتعظيم قدرات الجيش الحر بالتوحد. بهذا الأمر يعني يعطي المعارضة مصداقية أكثر. أيضا أستاذ معن، هناك معارضة وهمية تحدث عنها الكاتب عبد الرحمن الراشد اليوم بمقاله في الشرق الأوسط، قال أنه هي من اختراع النظام والإيرانيون عم يلعبوا دور مهم جدا بتسويقها. يعني كيف ترى هذا الموضوع؟ ربما يشير الأستاذ عبد الرحمن الراشد إلى هيئة التنسيق الوطنية باعتبار أنها إلى حد ما تحظى بنوع من الاهتمام في الداخل السوري، رغم أن هناك شخصيات بارزة ومهمة ومحترمة ومقدرة في هذه الهيئة موجودون في سجون النظام السوري. هذا أمر يعني مؤكد. يعني هناك يشار إلى هيئة التنسيق وبعض المعارضين الآخرين الذين تراهم دمشق مؤهلين بالنسبة لها للحوار، وأنهم وطنيون، وأنهم ليسوا من صناعة الخارج. لكن في الوقت نفسه هناك يعني نرى أن بعض الشخصيات بصراحة هي من صناعة النظام نفسه، ويحتاج أن تكون معه في جنيف 2 حتى يسند إليها بعض الأدوار، حتى يسند إليها بعض الأفكار، بحيث يتخفف النظام من طروحات تكتل الائتلاف والمعارضة الأخرى. طيب إذا بدنا نرجع نحكي على مؤتمر جنيف 2 وفرص انعقاده، برأيك كمحلل سياسي، في حال المعارضة استغنت أو تخلت أو تجاوزت عن بعض شروطها في المشاركة، هل هذا الشيء حيخدم الثورة في سوريا؟ بالتأكيد أي يعني بالتأكيد الذهاب إلى مؤتمر جنيف وعدم الذهاب ليس هو القضية، ما الذي سيطرح في هذا المؤتمر. نعم. تستطيع المعارضة أن تذهب وتؤكد مواقفها بقوة وبجسارة وبشجاعة،
وتستطيع أن لا تذهب إلا باشتراطات معينة. والشروط اللي طرحت تقريبا 5 شروط أو 5 استحقاقات التي أعلنها الأستاذ الجربة رئيس الائتلاف، أعتقد أنها محقة، محقة تماما. وإلا كل هذا الدمار وكل هذا القتل، يعني لا يمكن أن نختزله ببقاء بشار الأسد وحكومة يدخل فيها وزيران أو 3 أو 4 من المعارضة. ليس ماذا ترى في المستقبل؟ المعارضة لن تذهب، الأسد لن يشارك إلا بشروطه. لا الأسد يشارك. الأسد يعني طيب من سيمثل المعارضة؟ الأسد سيشارك، هذا واضح. وهو قال أنه لن ينجح المؤتمر، يتوقع عدم نجاح. بمعنى أنه يريد أن يذهب لألا ينجح المؤتمر. والروس حريصون على أنه سيذهب، والإيرانيون كذلك. الإشكال صحيح أن هناك إشكالا في الضفة الأخرى، في ضفة المعارضة وبالذات في جسم الائتلاف الوطني، هناك متطلبات لابد من ضمانات تحققها في هذا المؤتمر. لأن المؤتمر حتى عندما يقال أن هذا المؤتمر هدفه الأهم هو تطبيق جنيف 1، فيعني ذلك أن هناك عملية سياسية لانتقال السلطة. دون هذا الأمر، دون هذا الأمر لا معنى للمؤتمر. أعتقد أن يعني الأخضر الإبراهيمي يراوح في جهوده ويتنقل من عاصمة إلى عاصمة، لعله يمسك بخيط ناظم بحيث يأتي بالجميع إلى المؤتمر. أظنه يعني يقارب الفشل ويقارب النجاح. لا نستطيع الآن أن نحسم أن هناك فعلا يعني إمكانية كبرى للذهاب إلى جنيف 2، إلا إذا مارست الولايات المتحدة ضغوط فاعلة وقوية على الدول المؤثرة على المعارضة. طيب إذا بدنا نتحدث قليلا عن روسيا وإيران، برأيك عم بيلعبوا دور من أجل تحويل الأسد ل يعني إذا فينا نقول زعامة طائفية، يلعبوا على هالموضوع يعني على أنه إذا راح الأسد في طائفة معينة حتروح من يعني الخوف على الطائفة العلوية الكريمة؟ يعني هذا وارد بصراحة، لنكون واضحين. هناك أحاسيس للأسف في سوريا ومشاعر نمت في السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، ليست يعني في هناك شقاق، نوع من الشقاق غير المحمود والمستنكر بين الطائفتين السنية والعلوية لظروف معقدة، وأيضا لبروز تيارات متطرفة يعني تذهب باتجاه للأسف الشديد لاستهداف الطائفة العلوية. أما أن الأسد هو زعيم الطائفة فهذا أمر أصلا غير صحيح، قبل الثورة وبعد الثورة الأسد لم يكن في أي يوم زعيما إعادة الأسد لم تكن في أي يوم في يعني أي ورقة يوم خاسرة هذه لإيران. لا وهم حذرون في هذا الملف، لكنهم قد يطرحون مسألة الطائفة العلوية باعتبار أن أمنها وأمنها في البلاد وحقوقها في البلاد أمر لابد أن يؤخذ في المداولات. لم يطرح أحد في المعارضة لا يعني شيئا بهذا الخصوص. بالعكس، الكل يؤكد على المواطنة والكل يؤكد على الشراكة الاجتماعية العامة بين كل الطوائف بما فيهم الإخوان المسلمون. هذا الأمر يعني طرحوه أكثر من مرة وأكدوا عليه. نخشى فعلا يعني يخشى من احتكاكات مذهبية سيئة في حال سقط النظام فجأة، وأيضا الاحتكاكات والمذابح التي كانت في الشهور الأخيرة. تورط بعض الشبيحة من الطائفة العلوية في هذا الأمر. هذا أمر يعني ليس جديدا وليس خافيا على أحد. لا يمكن أن نزعم، لا يمكن أن نصدق أن بشار الأسد وعائلته هم زعماء الطائفة العلوية. هذا لم يكن في أي يوم من الأيام، والإخوة السوريون يؤكدون هذا الأمر. طيب أستاذ معن، يعني حتابع معك باقي المواضيع وأبرز ما جاء بالمقالات اللي صدرت اليوم، لكن اسمح لي أن نذهب مع فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير وبعد نعود بعده لمتابعة ما تبقى من صحافة اليوم، ابقوا معنا. نهبنا. علينا أن نعود باتجاه الخلف على الأقل قرن ونصف. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start saying
a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. How they were used, when they were used, who used them. إننا أمة لو جهنم صبت على رأسنا واقفة. A political solution first of all. الله أكبر. الله أكبر. والسور الأحرار. أهلا بكم من جديد في صحافة اليوم ونتابع الجولة. وبعد أن تم استخدام الأسلحة الكيماوية في ضرب المدنيين وبعد أن استقر رأي المجتمع الدولي على أن النظام هو الذي قام بذلك، تعالت الأصوات في الغرب بأن فعلة النظام لن تمر دون عقاب وبأنه سيتم توجيه ضربات عسكرية محدودة إليه، لكن تلك التهديدات لم تنفذ بعد أن تدخلت روسيا بكل ثقلها وأثنت الولايات المتحدة عن توجيه الضربات. هكذا استهل عبد الله الجمعة الحاج ما قاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية. الواقع أن خطط التدخل العسكري وضعت منذ بداية عام 2012، وقامت العديد من الأطراف الرسمية والمستقلة بالمناداة بالمزيد من الجهود الدولية لمساعدة الثوار، لكن فيما يبدو أنه لا توجد شهية لدى الغرب أو القدرة لدى الدول المحيطة بسوريا لتنفيذ هذا النوع من الخطط. ورغم التصريحات القوية التي ألقيت في أعقاب استخدام الأسلحة الكيماوية، فإن قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراء عسكري أحادي ضد النظام يعتبر غلطة وهو أمر غير وارد. وبالنظر إلى التوجهات الأخيرة نحو إيران، فإن الرئيس الأمريكي لا يريد لبلاده أن تنغمس في أوضاع شائكة حول سوريا بطريقة تؤدي إلى قيامه بتدخل عسكري غير سوية نتائجه. لذلك فإن ما أعاق التدخل أسباب كثيرة معقدة، فسوريا ذاتها لها طبيعتها الخاصة سياسيا وإقليميا وجغرافيا وحتى اجتماعيا. النتائج التي يمكن أن تتمخض ربما تكون غير محسوبة ومضرة بمصالح المتدخلين. وتوجد تعقيدات دبلوماسية أطرافها العديد من القوى التي تتضارب مصالحها، لا يوجد إجماع دولي حول العملية على أساسها. والمعارضة التي تطرح نفسها على أنها بديل قادم للنظام مفككة وحدث ولا حرج عن أمور إقليمية ودولية أخرى خافية وتدخل بعمق في المعضلة السورية. فلسوء الحظ توجد العديد من المتغيرات غير معروفة والأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها. مقاومة بطولية لكنها مفككة، وظروف إقليمية ودولية معقدة من شأنها أن تزيد الأمور سوءا. ودول الغرب والسوريون ذاتهم يريدون التدخل الخارجي لكن لا يعلمون كيفية تنفيذه، فقد يحول سوريا إلى دولة فاشلة أخرى في المنطقة. ومن الاتحاد الإماراتي إلى الجمهورية اللبنانية وغسان جواد الذي كتب أن الرياض لم تصدر حتى الآن ما ينفي الكلام المنسوب إلى مسؤول سعودي رفيع حول إعادة النظر في العلاقات السعودية الأمريكية وملفات التعاون السياسي والاقتصادي. يبدو أن ما قيل عن انتفاضة سعودية في وجه واشنطن ليس متخيلاً. أبا
أبرز احتجاج علني للمملكة اعتراضا على السياسات الأمريكية الجديدة تمثل بالاعتذار عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وفي بيان الاعتذار انتقاد لافت لدور هذا المجلس وضمنا لسياسات واشنطن حيال القضية الفلسطينية والأزمة السورية. من الواضح أن تيارا عريضا داخل السعودية بدأ يعبر بصوت مرتفع عن الخيبة من البراغماتية الأمريكية المفرطة في تعاملها مع قضايا المنطقة. آخر الصفعات القوية كان الاتفاق مع الروس في شأن الكيماوي وعدم توجيه ضربة عسكرية لدمشق. فجأة وجدت الرياض نفسها وحيدة في الإقليم، واشنطن تتراجع في الملف السوري وتتقدم نحو تفاهمات جديدة مع طهران، تركيا تتعثر، قطر تعود إلى تأدية دورها المعهود كسوق حرة سياسية وخاصرة رخوة إلى جانب المملكة، وإسرائيل أسقط من يدها جراء الواقعية الأمريكية حيال العلاقة مع إيران. ثمة رأي قريب من إيران وسوريا وحزب الله ينظر إلى المسألة من منظار مختلف. البعض يهمس ويتحدث عن تشجيع السعودية على انتفاضتها في وجه أمريكا. خيار القطع مع أمريكا خطوة سعودية جبارة من شأنها إزالة التوترات المذهبية والنزاعات الأهلية في الإقليم، وبدل الاندفاع نحو تأجيج النزاعات والتهديد بحروب أهلية من لبنان إلى سوريا والعراق، لابد للرياض من قواعد لعبة جديدة تبدأ بالاستغناء تدريجيا عن حماية واشنطن وتنتهي بالانضمام إلى تحالف عربي إسلامي بات قادرا على إدارة المنطقة واستعادة الحقوق، وفي رأس اللائحة القضية الفلسطينية. ونبقى أيضا في الملف السعودي، وفي صحيفة الحياة يقول جمال خاشقجي أن ثمة أسبابا كثيرة لأضيق السعودي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح ما تكون في سوريا فهي بكل بساطة تظهر غير ما تبطن. فالتصريحات الأمريكية المتكررة الرافضة لنظام الأسد تتناقض تماما مع ما يجري على الأرض، ما أثار غضب السعوديين الذين يريدون نهاية سريعة للأزمة. يظهر التناقض الصارخ في الموقف الأمريكي من مسألة تسليح المعارضة، فبينما تعارض أمريكا سرا رغبة حليفتها السعودية في رفع نوعية التسليح للثوار، بل وتمنعها من إرسال بعض الأسلحة النوعية بحكم عقود البيع التي تحرم تحويلها إلى طرف ثالث، فإنها لا تفعل شيئا بخصوص تسليح النظام السوري من روسيا عبر إيران والعراق. لابد من أن السعودية غير مقتنعة بالإجابات الأمريكية كالقول بأنهم لا يملكون منع حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، وكلاهما قوتان مناوئتان لها، من دخول سوريا. فالرياض تعرف وبالتفصيل مدى النفوذ الأمريكي في العراق الذي بات المصدر الأساسي للأسلحة القادمة عبره من إيران وكذلك للمتطوعين. المفارقة الأخرى أن الولايات المتحدة متوافقة تماما مع التحليل السعودي لخطر تنظيم القاعدة على أمن المنطقة، وثمة تعاون مشترك بينهما على محاربته، ولكنها غير مهتمة بخطر القاعدة في سوريا. كل هذه المخاوف السعودية لن يداويها غير إنهاء الأزمة بوقف الحرب. نحن لسنا ملائكة، ولكن لا يمكن أن نكون أشرارا لهذا الحد، فالذي سيدفع ثمن سياسة كهذه هو الشعب السوري والمنطقة بكاملها. والحرب بين القاعدة وحزب الله لن تبقى بينهما فقط، وإنما ستجر دول المنطقة وجيوشها. قد يكون إصلاح برنامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أهم للرئيس الأمريكي من الجحيم السوري، ولكن سوريا يمكن أن تكون نعيمنا أو جحيمنا نحن السعوديين، فمهما كانت كلفته اليوم فهي أقل مما سندفعه بعد 3 أو 4 أعوام. وإلى الشأن اللبناني، تتخوف مراجع تواكب التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 من انقسام لبناني حاد حول مشاركة لبنان فيها، وهي تتلمس منذ الآن انتقادات لموقف الرئيس ميقاتي الداعي إليها، فيما تضج الكواليس بجدل يبشر بمشروع مشكلة جديدة قد تتحول أزمة حقيقية بين دعاة المشاركة وعدمها. فما الذي يجري؟ يتساءل جورج شاهين بصحيفة الجمهورية اللبنانية. في الكواليس السياسية جدل عميق وانقسام حاد حيال المشاركة في جنيف 2 أو عدمها في حال انعقاده، وهناك من ينتظر دعوة لبنان سواء بالوسائل الدبلوماسية أو خلال زيارة الأخضر الإبراهيمي لبيروت لاستطلاع المواقف الرسمية من هذا الموضوع. ذلك أن كل المؤشرات تؤكد حصول نقاش عنيف حياله على خلفية الانقسام الداخلي بين مؤيدي النظام أو المعارضة، وعلى خلفية مواقفهم من إصرار لبنان الرسمي على النأي بالنفس عن الأزمة.
منطق الرابع عشر من آذار أن لا حاجة للمشاركة في المؤتمر بعدما فشل لبنان الرسمي في تكريس منطق النائي بالنفس وتعميمه على القوى التي حكمت لبنان في الفترة الأخيرة، وهو ما كان يستدعي في رأيها سحب المشاركة العسكرية والسياسية والأمنية لحزب الله من المواجهة التي يخوضها النظام مع معارضيه في سوريا ولبنان على حد سواء. أما في منطق الثامن من آذار فيبدو أن أجواء الرفض بدأت تتبلور على خلفية معرفة المسبقة بأن مشاركة لبنان ستفرض عليه قرارات قد لا تكون في مصلحة بقاء حزب الله في سوريا مشاركا فاعلا في الأنشطة العسكرية كافة إلى جانب النظام السوري، بعدما أقر الأسد أن بقاءه في السلطة يعود بالدرجة الأولى إلى وقوف الحزب وإيران إلى جانبه. يقول العارفون إن الثامن من آذار وتحديداً حزب الله سيشترط على الحكومة الاجتماع لاتخاذ قرار بهذا الحجم، وهو أمر مستبعد. وعلى هذه الخلفيات هناك من يوحي بأن الموضوع سيشكل سبباً لانقسامات لبنانية تهدد الجهود المبذولة لترميم الوضع الداخلي. وأيضا في لبنان تدهورت الأوضاع الأمنية فيه بعد سقوط 6 قتلى وإصابة نحو 50 شخصا بينهم ضابط في الجيش في الاشتباكات المستمرة منذ يوم الاثنين بين منطقتي باب التبانة ذات الأغلبية السنية وجبل محسن ذي الأغلبية العلوية، مما دعا لتكثيف الاجتماعات والاتصالات طوال اليوم لتدارك الوضع الأمني الذي تدهور بشكل دراماتيكي في مدينة طرابلس. وقدر عدد القذائف التي سقطت على طرابلس خلال 3 ساعات فقط بنحو 50 قذيفة، واضطرت خطورة الأوضاع الأمنية الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إلى قطع زيارة مقررة إلى النمسا ليتسنى له متابعة أحداث طرابلس. وأتى التصعيد بعد ساعات على اجتماع لهيئة العلماء المسلمين وقادة المحاور في التبانة، صدر بعده بيان تلاه الأمين العام لتيار أهل السنة الشيخ سالم الرفاعي أو الرافعي الذي طالب بكشف محاسبة الجنات في تفجيري طرابلس نهاية آب الماضي لتهدئة النفوس، طبعا حسب صحيفة الشرق الأوسط. وأيضا في لبنان طرابلس ليست منطقة نائية في بلد ثان غير لبنان، هي عاصمة الشمال العاصمة الثانية للبنان. إن يعاملها السياسيون كمدينة في بلد ثان فهذه خطيئة بحق المدينة وأهلها، لكن قبل كل شيء بحق لبنان وأسس العيش الواحد فيه، حيث تقول صحيفة المستقبل في افتتاحيتها اليوم إنه آن الأوان للجميع أن يفهم أن طرابلسيين هم مواطنون لبنانيون من حقهم العيش بحرية وكرامة وبشكل طبيعي مثلهم مثل سائر اللبنانيين. المسؤولية هنا ملقاة اليوم على كامل الطبقة السياسية وعلى جميع أركان الوطن. إنقاذ طرابلس يعني إنقاذ فكرة لبنان ومنطق الدولة في لبنان. على المسؤولين والسياسيين أن يسارعوا إلى الاطلاع بمسؤولياتهم تجاه الفيحاء الحرة، واحة التقوى والسلام التي سفكت دماء أبنائها والتي ستظل وأكثر من أي وقت مضى تحمل مش على العيش الواحد والتعددية والتسامح. ففي كل الحالات إذا ما تلكأت الطبقة السياسية عن خدمة قضية طرابلس فهذه مشكلة الطبقة السياسية. والآن مشاهدينا أعود وأرحب مجددا بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي معا البياري، أهلا بك مجددا أستاذ معا. يعني كما لاحظت في هذا الأسم كان في تركيز على موقف السعودية وعلى الوضع الأمني في لبنان. بداية عن السعودية، كيف ترى الموقف السعودي الأخير؟ وهل فعلا هناك كما ذكرت بعض وسائل أو الصحف أنه في تراجع في الموقف؟ يعني هناك واضح أن هناك غضب سعودي من التردد الأمريكي ومن الإدارة الأمريكية، واضح هذا أمر يعني تم التعبير عنه في أكثر من تصريح وأكثر من موقف. العلاقة السعودية الأمريكية لا تحتاج إلى تأكيد بأنها علاقة يعني شبه تحالف، علاقة استراتيجية، لكن الممارسات الأمريكية في الموضوع السوري أحدثت يعني غضبا واضحا لدى السعودية، لأن التردد في هذا الموقف كبير جدا. سوريا صارت أرضا مراحا يعني ملعبا للإيرانيين ولحزب الله لمسلحين من حزب الله في قتل الشعب السوري. هذا الأمر بالتأكيد يزعج ويغضب السعودية. والسكوت أو الصمت الإيراني
عفوا الأمريكي تجاه هذا الأمر يعني محير بالنسبة للرياض، بالتوازي مع اتصالات أمريكية إيرانية واضح أنها تأخذ زخما يوما بعد آخر، كل هذا الأمر جعل السعودية تنزعج من هذا الموقف. إلى أي مدى ستذهب الرياض في التعبير عن غضبها في هذا الشأن، هذا ما ستبرزه الأيام المقبلة، لكن واضح أن هناك يعني نوعا من الأزمة. في ظني أن اللقاء اللي حدث بين الوزير الخارجية السعودي الأمير سعود فيصل والأمريكي جون كيري في لندن ربما برد بعض الأجواء لكنه لم يحل المشكلة. طب لكن لم يحل الوقت للسعودية تغير شوي من قواعد اللعبة وتستغنى عن الحماية الأمريكية وتتجه إلى تأليف حلف يعني إسلامي عربي لحماية المنطقة؟ يعني هذا أمر ربما يكون من المجازفة أن نتكهن به الآن. يعني هناك بعض الخيارات المحدودة أمام السعودية، لا أعتقد أن السعودية يمكن أن تبدل علاقتها مع الأمريكان بعلاقات أخرى. العلاقات الأمريكية، العلاقات السعودية مع دول العالم منفتحة، لها علاقات مع الصين، مع روسيا، مع دول عديدة، لكن هناك طبيعي يعني علاقات مش طيبة مع الإيرانيين، هذا واضح. لكن العلاقة الأمريكية ذات خصوصية بالغة. نحن نتحدث عن علاقة ذات بعد تجاري واقتصادي وعسكري وأمني ويعني لكن هذا لا يمنع أن هناك مساحات من الخلاف باتت تتسع بين السعودية وواشنطن، وهي فعلا واضح أنها تتراكم وأصبحت تأخذ مدا جديدا. ويعني أتذكر جملة لوزير خارجية القطري خالد العطية عندما يكتب في تويتر بأنه عندما يغضب أخي وشقيق الأمير سعود الفيصل يرتبك العالم. واضح أن هناك الغضب السعودي من الأمريكان يعني كبير. يعني ماذا بعد هذا الغضب؟ كيف تتصور الساحة بعد هذا الغضب السعودي اللي مثل ما ذكرت كبير؟ يعني أتصور أن السعودية ستعمل على إعادة بناء بعض التحالفات مع قوى إقليمية داخلية، وأظن أنها ستدفع باتجاه دعم أكبر للمعارضة السورية لإحداث تغييرات على الأرض في داخل سوريا. أعتقد أنها ستتشدد السعودية في مسألة جنيف 2 بحيث لا تجعل هذه الليونة والمرونة الأمريكية هي المعيار أو هي المقياس في عقد المؤتمر. بالعكس، هناك اشتراطات للسعودية قبل انعقاد هذا المؤتمر. أعتقد أن الاتجاه السعودي في هذا المسار حتى الآن، لكن مستقبلا أعتقد أنه سيكون يعني سيكون السلوك السعودي حسب ما تستجد، حسب الظروف التي ستستجد. نعم. طب ننتقل شوي على الملف الأمني اللبناني اللي حوالي أسبوع اليوم طرابلس عم تشهد أحداث أمنية ومعارك دائرة بين باب التبانة وجبل محسن، وهي أكثر إلى معارك طائفية صارت بلبنان. ومنعرف كتير منيح إنه سياسة النائي عن نفس لي تبعت الحكومة اللبنانية ما أثرت في الموضوع، ولكن جنيف انعقاد المؤتمر قديش عم بيأثر على الوضع الأمني اللبناني؟ يعني في حال انعقاده حيهدى الوضع في طرابلس؟ يعني هو واضح الإخوة اللبنانيين يسلون أحيانا بخلافاتهم. نعم. عندما ناس تعترض على المشاركة في جنيف 2 وناس توافق. يعني بصراحة لبنان شارك أم لم يشارك فلا وزن له. يعني لا وزن له في هذا الأمر. نعم. بين إيران وأمريكا. لا يعني مسألة لبنان إنه شارك أو ما شارك نكتة يعني بصراحة. يعني لكن السياسيين اللبنانيين، الطبقة السياسية اللبنانية يعني بارعة في افتعال مشاكل وخلافات فيما بينها. يعني فالأمر مضحك بصراحة. أما مسألة أن فعلا يعني هدوء الوضع في سوريا وانفراج معين في سوريا وحل معين في سوريا سواء على مدى القريب أو البعيد فعلا يؤثر على الوضع عموما في لبنان وعلى وبالذات في طرابلس. هذا أمر مؤكد، لكن الواضح أن هناك تفسخ ما زال يشتد ويزيد عمقا في الدولة اللبنانية على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي. الأمر الذي يتجلى في مظهر واضح وهو إهمال طرابلس ونسيانها وتركها لمستجدات الاقتتال الداخلي الذي يهدأ فترة ويشتعل فترة أخرى. نحن الآن في طور جديد من الاشتعال فعلا الخطير، وهو انعكاس للهجمة المتتالية التي
يمضي فيها النظام السوري. امبارح قتل عفوا قتل 160 سوري في سوريا. نعم. فهذا الامر له تأثيراته في طرابلس. ولكن بدي ارجع لموضوع المشاركة اللبنانية بالتحديد. صحيفة الجمهورية قالت انه هناك انقسام بين السياسيين، بمعنى في حال عقد المؤتمر وتمت يمكن شوي تهدئة النفوس، هذا الشيء حيؤدي انه الاوضاع الأمنية تستقر ان كان بطرابلس او غير. نعم. طرابلس هذا. نعم. ما قصد فيه بمشاركة لبنان، بس للتوضيح. نعم. طيب ايضا الا ترى انه من قدرة الجيش اللبناني انه يسيطر على طرابلس مثل ما فعل بباقي المناطق اللبنانية؟ يعني هذا ما نتمناه بصراحة، يعني هذا الامر نتمنى للجيش اللبناني التوفيق في مهمة بسط الامن والاستقرار في طرابلس، لان اللبنانيون سواء في هذا الجانب او هذا الجانب هم لبنانيون ومواطنون. نعم. واخوة يعني أخوة في هذا الوطن الواحد. لكن يبدو أن المسألة ذات صعوبة خاصة، وأن هناك رؤوسا حامية في الطرفين، في الطرف السني وفي الطرف العلوي. الأمر بحاجة إلى يعني بحاجة إلى حل، إلى نوع من المعجزة، يعني ما دام أننا نتحدث عن هذه الاشتباكات صار لها حوالي سنتين تتجدد ويقتل فيها ناس وضباط وجيش وغير جيش. فالأمر بالتأكيد محزن ومؤسف ومؤلم. أعتقد أن الجهود اللي بيبذلها بعض المشايخ وبعض الزعامات التقليدية في طرابلس ربما تؤتي ثمارا، وأظن أن تدخلا سعوديا وتركيا ربما يساهم. بعدين بصراحة فلنكن صريحين، ما لم يتدخل حزب الله نفسه بثقله. نعم. وسيد نبيه بري، أنا بعتقد أنه نبيه بري وسعد الحريري ربما يكونوا يعني فاعلين أكثر في حل مشكلة طرابلس. آخر سؤال باختصار أستاذ معن، إذا تمت محاكمة الجنات بتفجيرات طرابلس تتوقع هذا الشيء حيساعد؟ يعني هذا مطلب، ولكن لم يؤجج باختصار طبعا. لا يعني هذا مطلب طبيعي عندما يطالب أهل طرابلس بكشف الجناة ومحاسبتهم، أعتقد أن هذا أمر طبيعي لا يهدي النفوس فقط إنما يحل مشكلة ذات توتر خاص. نعم. هذا مطلب يفترض فيه أن يكون لبنانيا وليس مطلب أهل طرابلس. نعم. يعني عندما يعلن أهل طرابلس أو السنة في طرابلس بكشف الجناة فقط، هذا يعني أن البلد في مشكلة. أظن أن من واجب من المطلوب من حزب الله وزعمته بكل ما له من ثقل وبكل ما له من مكانة أن يطالب نفسه بكشف الجناة في طرابلس وفي غير طرابلس. نعم. أستاذ معن البياري، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا هنا في استوديو صحافة اليوم. أهلا وسهلا. مشاهدينا الآن جولة على الكاريكاتير. نهاية صحافة اليوم، شكرا لحسن المتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.